تأخروا شوي بس وصلوا أنا ورانهم. السلام عليكم. السلام عليكم. بطلع يا مزدان في 2005 مسكين. ليش ما ودوه بسرعة ودوه بس ما جماعة إيتعبو هي معروفة بالطبوريضة بالخيل، معروفة بالمنتوجات الخيل. ديال إيتعبو دائما تتسعى ودائما تتقلب باش تنمي وليداتها وتقلب على المدخول لوليداتها ولبيتها. فكما شفتوا اليوم وشفتوا عن قرب كيف تتشتغل المرأة وكيف تتجني لوليداتها واحد قوت يومي. فالحمد لله بأن خلقنا هاد التعاونية وأسسنا التعاونية الطعام بلدي. الغاية منها هي نرفع من المنتوجات ديال المرأة القروية في المنطقة. فهاد المناسبة بصفة غادي نخليو التلميذة يسرى اللي غادي تعطينا
كلمه اسم تعاوني الطعام بلدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبمناسبة ذكرى 25 تهني أتعاوني الطعام بلدي صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. بهذه المناسبة وبعلاقة بذكرى تأسيس تعاونية طعام بلدي للسنة السادسة، ونحن نعمل على رفع المستوى المعيشي للمرأة القروية، وهدفنا أن ننمي منطقتنا ونحارب الهدر المدرسي، وكل هذا لا يمكنه أن ينجح إلا بمشاركة مع الإدارات والمندوبيات والسلطة المحلية التي لا تتأخر على تقديم المساعدة، وعلى رأسهم السيد عامل صاحب جلالة الملك محمد السادس على إقليم خميسات، والسيد رئيس الدائرة، والسيد قائد قيادة لغندور الذي تجده مساعدا كلما تطلب الأمر إلى ذلك. الشكر إلى السيد المدير الإقليمي للفلاحة بالخميسات الذي يعمل على إيجاد حلول لإنجاز مشاريع تنموية بمنطقتنا ومساعدتنا على تطوير عملنا التعاوني. شكرا لكم على حضوركم، وكل الشكر للسيدة لطيفة هرموش على كل المجهودات التي قامت بها من أجل إنجاح هذا الحفل اليوم، والشكر الجزيل للأشقاء العرب المصورين المحترفين الفنانين الذين جاءوا من أجل التعريف بتعاونيتنا ومنطقتنا ونشر ثقافة العمل الجمعوي لتكون المرأة العبيوية رمز لكل نساء العالم القروي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم.